الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولوالدينا وذريتنا وأهلينا وأقربائنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وألحقنا بنبينا سيدنا محمد على خير حال، وشفعه فينا رب العالمين، واقبضنا إليك غير مفتونين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وليك الإجابة ولا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي علامتنا الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وما زلنا في فصول حول كتاب النكاح، فصل في أحكام الظهار. وكان الظهار والإيلاء في الجاهلية كالطلاق، حكمهم حكم الطلاق في الجاهلية، فجاء الإسلام وجعل الظهار له حكم وفصله عن الطلاق، وجعل الإيلاء له حكم وفصله عن الطلاق. تكلمنا على الإيلاء الاثنين الماضي بالتفصيل، واليوم نتكلم في أحكام الظهار. يقول: فصل في أحكام الظهار، وهو لغة مأخوذ من الظهر، وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلالا له. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وخص الظهر دون البطن مثلا، لأن الظهر موضع الركوب والزوج مركوب الزوج، يعني في الجملة. فإذا قال لها ذلك، أي أنت علي كظهر أمي، ولم يتبعه بالطلاق، صار عائدا من زوجته، ولزمته حينئذ الكفارة وهي مرتبة. وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة مسلمة ولو بإسلام أحد أبويها، سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب إضرارا بينا. فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة بأن عجز عنها حسا، يعني غير موجودة زي في زمان نحن كده، أو شرعا، يعني ما عندوش رقبة مؤمنة، عنده رقبة كافرة، فصيام شهرين متتابعين. يبقى يلجأ للترتيب بقى، يبدأ بالرقبة، فإن عجز فيبقى صيام شهرين متتابعين، ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقص كل منهما عن 30 يوما. يعني افرض صام شهرين متتابعين هلاليين، وطلع الشهرين دول ورا بعض كل واحد 29 يوم، يبقى برضو شهرين متتابعين، لا يشترط 60 يوما. ولو نقص كل منهما عن 30 يوما، ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل، لأنه ده صيام فريضة، وصيام الفريضة يجب فيه تبييت النية من الليل، ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل، بنية الكفارة من الليل، ولا يشترط نية تتابع في الأصح. في وجه مقابل للأصح اللي هو الصحيح بيشترط فيه نية التتابع. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين، أو لم يستطع تتابعهما، يعني هو يقدر يصوم شهرين بس مش متتابعين، يقدر يصوم مثلا يوم ويريح يومين، ويصوم يوم ويريح 3 أيام لحد ما يكمل 60 يوم، لكن ما يقدرش يجيبهم متتابعين، يبقى عجز برضه.
يبقى في الحالة دي هيطعم 60 مسكين. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين أو لم يستطع تتابعهما فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، على أن المسكين والفقير يعني في تعريف دقيق يفصل بينهما، لكن على أي حال المسكين إذا أطلق يقصد معه الفقير، وإذا أطلق الفقير لوحده فيدخل معه المسكين. كل مسكين أو فقير مد، يدي لكل واحد من 60 مد من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر. والمد احنا قلنا كيلو إلا ربع من غالب قوت البلد في زكاة الفطر، وحينئذ فيكون من غالب قوت بلد المكفر كبر يعني كقمح وشعير لا دقيق وسويق، لأن الدقيق عبارة عن قمح خارج منه الردة، والردة دي يمكن يستفيد هو بيها، لما انت اديته جزء من الفائدة ولم تأتيه كل، عشان كده الدقيق ما ينفعش يحل محل ايه البر. وسويق، سويق يعني ايه؟ يعني يبقى مخبوز، يعني تديها له قراقيش، عجوة، فطير، حاجات مخبوزة جاهزة يعني، ما ينفعش، لازم تديهوله بهذه الصورة، هو بقى يستفيد بيها براحته، يعمله بليلة، يأكله للفراخ اللي عنده، يعمله في الرحايا، ياخد الردة يديها للحيوانات اللي عنده، يديه ياخده هو، ياخده يبيعه، هو حر، المهم تملكه وخلاص. يشترط التمليك مش الإطعام، يعني إنك أنت تقعده وتجيب له الأكل تأكله، لا ده يتملكها، يعني يبقى هو متصرف فيها. لأن الطعام لا يتملك إلا إذا بلعه، فاهم؟ لكن هنا لازم يتملك هو البر ده في إيده حتى لو ما بلعوش، يبقى كده هو ده المقصود. طبعا الأحناف أجازوا إخراج القيمة، الأحناف الشافعية لم يجيزوا. ممكن يجي ببالك تقول طب ما دلوقتي الناس ما بتخبس وهياخد القمح مش هيستفيد بيه والدنيا اتغيرت، فخلاص ممكن تلجأ في المدينة لمذهب الأحناف وتطلع القيمة وتملكه تمن مد قمح، تشوف القمح الكيلو بكام وتحسب الكيلو إلا ربع بكام وتديله قيمته على مذهب الأحناف. لو كنت في الريف والناس بتستفيد بالقمح طلع قمح عشان خروجها من الخلاف، تبقى كده كفارة صحيحة على كل المذاهب. وممكن في بلد بياكلوا ايه؟ بياكلوا التمر تطلعها تمر، في بلد بياكلوا رز تطلعها رز، يعني في مصر ممكن تطلع رز لان الرز سهل والناس كلها بتاكله ويعتبر قوت، بدل ما تطلع قمح دلوقتي الناس مش هتستفيد بالقمح لكن هتستفيد بالرز، طلعوا رز، خصوصا في الصين لازم تطلعوا رز في الصين، ده الرز ده عندهم في الصين اساسي، وفي ماليزيا عندهم ده بيفطروا رز في ماليزيا، يبقى خلاص نطلع رز. يبقى كل واحد على حسب البلد بقى، يعني على حسب غلب قوت البلد، لو استوى قوتان يبقى انت مخير فيه، يبقى كبر وشعير. دلوقتي طبعا مش هتعرف تطلع شعير، ما بقاش قوت بلد اهل مصر، يعني اهل مصر ما ياكلوش الشعير، يمكن الواحد من دول يعيش ويموت في مصر وما شافش حتى خبز الشعير ده خصوصا في المدينة ولا يعرف شكله، والوقت بيقول لك ده مفيد جدا ودكاترة القولون يقول لك ده حلو وبيمنع سرطانات القولون وحاجات من دي، لدرجة انهم عايزين يرجعوه تاني او يخلطوه بالقمح حتى، لانه هيبقى افيد طبيا للقولون وللامساك وبيقلل نسبة حدوث سرطانات القولون اللي هي منتشرة الوقت في سن صغير. يعني كنا زمان اول ما بدأنا نمارس مهنتنا كنا نلاقي سرطان القولون ده للناس اللي عدوا 70 واللي عدوا 80، الوقت بيجي لك واحد عنده 20 سنة عنده سرطان في القولون، 40 سنة، 15 سنة، يعني انا جات لي بنت عندها 14 سنة سرطان قولون. فبقت يبدو ان طبيعة الغذاء اللي احنا بناكله ده بقت فيها اشكال يعني. لكن على اي حال احنا لحد دلوقتي الشعير مش يعني ما يعتبرش قوت لأهل مصر، ما تطلعش شعير. كبر وشعير لا دقيق وسويق. واذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث،
طب لا عارف يحرر رقبة ولا عارف يصوم شهرين متتابعين ولا معاه فلوس يطعم 60 مسكين، عجز. استقرت الكفارة في ذمته ولا تسقط بالتقادم، تفضل في ذمته ولو 100 سنة. استقرت في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. عجز عن إطعام 60 مسكين، لكن يقدر يطعم 10 مساكين، يطعم 10 ويبقى إيه في 50 في رقبته. بعد كم شهر قدر يطعم 10، تمام، خلص 20، يبقى في 40 في رقبته، وهكذا. يبقى كل ما يستطيع يعمل حاجة يعملها. يعني في إطعام 60 مسكين مش شرط يبقى في مجلس واحد، ولا يشترط فيها التتابع، لكن يشترط التتابع في الصيام، لكن في الإطعام لا يشترط التتابع. يعني ممكن مسكين واحد تأكله كل يوم لمدة 60 يوم، كمان هو نفسه كل يوم تدي له مد ايه رز مثلا، كيلو الا ربع رز كل يوم لمدة 60 يوم، يبقى هو ده 60 مسكين. ولا يحل للمظاهر وطؤه، يبقى لا يحل للمظاهر طول ما هو ما عملش الكفارة، لا يحل ان يقترب من زوجته على حد ما يخلص الكفارة بتاعته. كفارة خلصها في سنة، يخلصها في 4 شهور، يخلصها في قعدة واحدة، هو حر، واضح؟ فلا يحل. فإن وطئها يأثم وعليه أن يتوب ويستغفر، ولا تتعدد الكفارة، تفضل الكفارة هي، واضح؟ ولا يحل للمضار وطئها، أي زوجته التي ظهر منها، حتى يكفر بالكفارة المذكورة. ده خلاصة إيه ما ذكره المصنف والشارح. نشوف كلام الشيخ البيجوري، لأنه الشيخ البيجوري فتح فيها يعني فروع كثيرة، فيمكن ما نلحقش نخلصها كلها النهاردة. فصل في أحكام الظهار، أي ده كلام الشيخ البيجوري بقى في الحاشية، أي كلزوم الكفارة إذا صار عائدا. هو هتلزم الكفارة إمتى؟ واحد ظهر من زوجته ثم طلقها، خلاص ما عليهوش كفارة، ما طلقها، فاهم؟ لكن لو ظهر من زوجته وعايز يعود، يبقى هنا بقى تلزمه الكفارة، فهمت؟ كلزوم الكفارة إذا صار عائدا، كويس؟ وهو يعني الظهار حكمه إيه؟ من الكبائر، حرام من الكبائر. يبقى الظهار نفسه، لأن ربنا بيقول إيه؟ وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، في سورة المجادلة قايل كده، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ليه عفو وغفور؟ عشان عمل لها حل، عمل لها حل بعد كده. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون، أدي العودة، ثم يعودون لما قالوا، أراد أن يعود، فهم؟ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، ما قالش مؤمنة، ده الرقبة وسكت. طب وما جبنا من مؤمنين منين؟ قال ناخد المطلق نحمله على المقيد، المقيد في قتل الخطأ قال إيه؟ رقبة مؤمنة. في إيه؟ ومن يقتل مؤمنا خطأ إيه؟ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، مش كده؟ في القتل الخطأ قال إنها رقبة مؤمنة، في الظهار الرقبة وخلاص وسكت، فيقول لك نحمل المطلق على المقيد. يبقى طالما أطلق الرقبة هنا معناها مؤمنة، لعرفنا المقيد منين؟ من هناك في قتل الخطأ، واضح؟ يبقى حكم الظهار إيه؟ حرام من الطلاق مباح، إنما الظهار حرام مش صغائر، من الكبائر، واخد بالك؟ لقوله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وكان يعني الظهار حكمه طلاقا في الجاهلية كالإيلاء، فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العودة ولزوم الكفارة كما يأتي. والمغلب فيه معنى اليمين،
يعني هل الظهار ده يشبه الطلاق حيث أنه حرم عليه قربان زوجته، ولا يشبه اليمين حيث أن فيه كفارة؟ فهمت؟ فهو في من اليمين أنه فيه الكفارة، وفي من الطلاق عدم القربان حتى يكفر. واخد بالك؟ زي بالظبط حتى يراجع بعد الطلاق. والمغلب فيه معنى اليمين لأن فيه شبها باليمين من حيث لزوم الكفار، وشبها بالطلاق من حيث ترتيب التحريم عليه. فهمت بقى الشبه من هنا والشبه من هنا؟ فلذلك صح توقيته نظرا للأول. وانت اليمين ممكن تؤقته، تقول أنت علي مثلا، واحد يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي مدة 5 شهور، ده أقته. واضح؟ فإن أراد أن يعود قبل 5 شهور عليه الكفار. طيب لو مش هيعود بعد إلا بعد 5 شهور يبقى لا كفارة عليه، لكن يأثم وهيبقى داخل فيها الإلاء، لأن الإلاء 4، يبقى مؤالي مظاهر في آن واحد، خدت بالك؟ ويبقى آثم، لكن ليس عليه الكفارة إذا وفى ب5 شهور ما قربهاش، وبعد ال5 شهور قرب لها خلاص ما يجراش حاجة، يبقى يجوز تأقيته. واضح؟ يقول لها مثلا أنت علي كظهر أمي لمدة شهر، يبقى لو أراد أن يعاشرها قبل مرور هذا الشهر وجبت الكفارة إذا أراد العود. واضح؟ واضح. فإن لم يعود في خلال هذا الشهر يبقى فعل إثم الظهار الكبيرة ولا كفارة عليه طالما لا يقربها إلا بعد شهر. فهمت بقى المسألة؟ يبقى يشبه اليمين من حيث التأقيت يعني. فلذلك صح توقيته نظرا للأول، وصح أيضا تعليقه نظرا للثاني، يعلقه على شرط، يقول لها لو زرت فلانة أنت عليك ظهر أم، عشان هو ما بيحبش فلانة دي مثلا، بتروح تزور أختها مثلا وأختها دي بتعصيها عليه، أو بتروح تزور أمها حماته وحماته بتملى مخها بحاجات تيجي تتعبه هو، فهو مش عايزها تزور أمها أو تزور أبوها أو تزور جارتها، فيقول لها أنت عليك ظهر أمي لو زرت فلانة أو رحت الحتة الفلانية، علقه على شرط فيجوز التعليق. واخد بالك؟ فإن فعلت المعلق عليه يبقى ظهر منه، ويبقى في الحالة دي وجبت الكفارة إن أراد العود. فهمت بقى؟ يعني هو قال لها ما تروحيش لفلانة وإلا تبي عليك ظهر أمي، راحت هي للفلانة دي بقى خلاص انعقد يمين الظهار، لأن عملت الشرط، يبقى في الحالة دي لو أراد العود وجبت في حقه الكفارة. فهمت بقى المسألة؟ فلذلك صح توقيته نظرا للأول وتعليقه نظرا للثاني. والأصل فيه قبل الإجماع، يعني الدليل، الأصل هنا بمعنى الدليل. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، الآية في سورة المجادلة أو المجادلة، تنفع تسميها المجادلة، تسميها المجادلة. وسبب نزولها أن زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنه وهي خولة بنت حكيم وقيل بنت ثعلبة، اللي هي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، اللي هي بتجادل النبي دي مين؟ اللي هي خولة بنت حكيم أو خولة بنت ثعلبة. لما ظاهر منها زوجها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، فقال حرمت عليه، فقال يا رسول الله انظر في أمري، فإن معي صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال لها حرمت عليه، فكررت وكرر. فلما أيست منه شكت أمرها إلى الله حيث قالت أشكو أمري وفاقتي إلى الله، فنزلت سورة المجادلة. وهذه السورة في كل آية منها اسم الله مرة أو مرتين أو 3. خد بالك أن فيها خصائص سورة المجادلة دي، أن كل آية فيها اسم الله مذكور بلفظ الجلالة، الله
لا تخلو آية منها إلا ولازم يبقى فيها الله مرة أو مرتين أو ثلاثة. ما فيش سورة في القرآن كده غيرها. عشان كده في وزير رمضان ساعات يجي لك سؤال يقول لك إيه، ما هي السورة التي في كل آية فيها اسم الجلالة؟ تقوم تجاوب على طول إيه المجادلة. فليس في القرآن سورة تشابهها، وهي نصف القرآن باعتبار العدد. القرآن 114 سورة، نصه 57، هي بداية النص الثاني هي رقم 58. فهمت ازاي؟ وهي نصف القرآن باعتبار عدد السور، يعني باعتبار ما وصلت الحديد 56، والعجيب ان الرقم الذري لذرة الحديد 56 كمان. ودي بقى ايه يتكلم فيها زغلول النجار وشركاء، يعني فيها كلام كتير اللي هم العلماء اللي بيحبوا يتكلموا في الإعجاز العلمي للقرآن، يفتحوا فيها مواضيع كتير. لكن العجيب ان سورة الحديد رقمها 56، والرقم الذري للحديد في الجدول بتاع جدول الرقم الذري اللي كنا بناخده زمان في ثانوية عامة اسمه الجدول الدوري ده، فكانت رقم 56 ذرة الحديد برضه، فحاجة غريبة. لا ده كام؟ 57، رقم 57 الحديد 57. هي بقى بعدها على طول رقم 58، لأن هي جاية المجادلة جاية بعد الحديد. فهي نصف القرآن باعتبار العدد، وعشره باعتبار الأجزاء. مش احنا بنقول ايه العشر الأخير؟ مش كده برضو التلات أجزاء الأخير احنا بنسميه ايه؟ العشر الأخير بيبتدي بقد سمع، يقول لك عشر قد سمع. فهي عشره باعتبار الأجزاء ونصفه باعتبار العدد. وقد ألغز في هذا بعضهم بقول ألغز، يعني عملوها فزورة، بيقولوا ما قول من فاق جميع الورى ودون العلم بأفكاره في أي شيء نصفه عشره ونصفه تسعة أعشاره. ويحكى أن عمر رضي الله عنه مر بها في زمن خلافته، مر بالست اللي سيدتها خولة قابلت سيدنا عمر في زمن خلافة سيدنا عمر، كانت بقت ست كبيرة عجزت بقى، فاستوقفته زمنا طويلا ووعظته، فقالت له يا عمر كنت تدع عميرا ثم صرت تدع عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. شوف الحكمة، ما يعرفش يقولها واحد قاعد يتعلم مثلا في أكبر جامعة لحد ما خلص الدكتوراه، ما يعرفش يقول الكلمتين الصغيرين. فهم الحكمة دي كان ربنا يعلمها لهم بسبب إخلاصهم، بسبب عشرتهم للنبي ونظرتهم للنبي ونظرة النبي ليهم. فالنظرة للنبي دي أحسن من أي جامعة صلى الله عليه وسلم. قالت له إيه؟ فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب، وهو واقف يسمع كلامها. فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز والناس ما تعرفهاش؟ فقال والله لو أوقفتني من أول النهار إلى آخره ما زلت إلا للصلاة. أتدرون من هذه العجوز؟ قالوا لا. قال هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أيسمع الله قولها ولا يسمع عمر؟ وأركانه، يعني أركان الظهر إيه؟ أربعة، مظاهر اللي هو الزوج، ومظاهر منها اللي هي الزوجة، ومشبه به اللي هو الظهر اللي هي الأم، ظهر الأم أو ظهر الأخت أو ظهر الخالة، يعني أي واحدة تحرم عليه، وصيغة، وكلها تؤخذ من كلام المصنف. وإن اقتصر في تصويري على صورته الأصلية، وهي أن يقول الرجل لزوجتي أنت علي كظهر أمي. وشرط في المظاهر كونه زوجا، طبعا لازم اللي يظاهر ده يبقى زوج، ما ينفعش واحد يظاهر من امرأة ليست زوجته، حتى ولو تزوجها بعد كده ما ينعقدش الظهر، يعني يقول لها أنت عليك ظاهر أمي ثم يروح يتجوزها ويخطبها وبقيت زوجته، ما نقولش أنه ظاهر منها قبل أن يتزوجها لأنه لا ينعقد، لأنه لما قال كده لم تكن له زوجة. يبقى ايه؟ وشرط في المظاهر كونه زوجا يصح طلاقه، لازم يبقى زوج ولازم كمان يصح طلاقه. يبقى لو مجنون
ده لا يصح طلاق المجنون، يبقى لا يصح ظهاره. لو صبي لا يصح طلاق الصبي ولا يصح ظهاره. فلا يصح من غير زوج من أجنبي وإن نكح من ظاهر منه. وسيد، سيد يعني من إيه؟ من ملك يمينه، يعني ملك اليمين ما يقعش عليها الظهار، وإن كانت يحل له أنه هو يفترشها، إلا أنه لو ظاهر منها لا يصح منه الظهار، لابد أن تكون زوجة وليست ملك يمين أمام. وإن نكح من ظاهر منها. وسيد، فلو قال لأمتي أنت عليك ظاهر أمي لم يصح، ولا يصح أيضا من صبي ومجنون ومكره، لأن دول لا يصح طلاقهم، يبقى لا يصح ظهرهم. وشرط في المظاهر منها أن تبقى كونها زوجة ولو رجعية، فلا يصح من أجنبية ولو مختلعة، ولا من أمة مملوكة بخلاف الزوجة الأمة فيصح الظهار منها. وشرط في المشبه به أن يكون كل أنثى أو جزء أنثى محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلالا له قبل. قبل يعني إيه؟ قبل ظهاره يعني، كأمه وبنته وأخته من النسب ومرضعة أبيه أو أمه وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته. زوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته، يعني لو قال زوجة أبيه التي نكحها أبوه بعد ولادته وقال لا أنت علي كظهر زوجة أبي فلانة، وكانت زوجة أبوه دي كان تزوجها بعد ولادته فطرأت الحرمة عليها بزواج أبيه، لا يصح الظهار، لأن هنا الحرمة طرأت عليها، واخد بالك؟ طرأت عليها. لكن لو كانت قبل الظهار أو مع الظهار، مع الظهار خد بالك، مع الظهار، يبقى في الحالة دي لا، لو كانت زوجة أبيه في الحال تبقى برضو إيه؟ يبقى نكحها يعني عقد عليها ودخل بها، أو عقد عليها فقط. وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادتي أو معها فيما يظهر، وأخته من الرضاعة إن كانت ولادتها بعد إرضاعه أو معه فيما يظهر، فخرج بالأنثى الذكر والخنثى، لأن كل منهما ليس محلا للتمتع، وبالمحرم أخت الزوجة لأن تحرمها من جهة الجمع، وخرج أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن تحريمهن ليس للمحرمية بل لشرفه صلى الله عليه وسلم، وبقولنا لم تكن حلالا له قبل خرج بها زوجة ابنه وزوجة أبيه التي نكحها بعد ولادته وأخته من الرضاعة التي كانت موجودة قبل إرضاعه، فلا يكون التشبيه بها ظهارا لأنها كانت حلالا له، وإنما طرأ تحريمها. وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالظهار، وفي معناه الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة، يعني بعت لها جواب قال لها أنت عليك ظهر أمي، جواب يبقى حصل الظهار، أشار إليها أخرس وأشار إشارة مبهمة مفهمة، يبقى خلاص وقع الظهار. وما في معناه من الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة، وذلك إما صريح كأنت أو رأسك أو يدك أو نحو ذلك من الأعضاء الظاهرة كظهر أمي أو كيدها أو رجلها، وإن لم يكن لها يد أو رجل أو نحو ذلك من الأعضاء الظاهرة أيضا بخلاف الباطنة فيهما على المعتمد كالكبد والقلب، وبخلاف ما لا يعد جزءا كالفضلات كاللبن والريق. وإما كناية كأنت كأمي أو كعينها أو كغيرها، يعني ما يقول لها تحرمي علي كأمي، هل ده ظهر ولا ما قالش ظهر؟ قال أنت علي كأمي، حرام علي كأمي. نسأله لأن ده لفظ كناية، نسأله تقصد ظهار ولا لا تقصد ظهار؟ لو قصد ظهار يبقى ظهار، لو ما قصدش ظهار يبقى إيه؟ يبقى حكمه حكم اليمين، يطعم 10 مساكين وخلاص ويقربها، واضح؟ يبقى كأنه زي النذر المحرم.
يبقى ايه؟ لو قال انت علي كأمي ما قالش ظهر، حرام علي كأمي، ده لفظ كناية. كناية يعني ايه؟ يعني يحتمل ويحتمل. فنروح نسأله، نيته هي اللي هتحدد. واضح؟ طب هو ما يعرفش الظهار وقال انت عليك ظهر امي، انت عليك امي، فالشيخ قال له تقصد ظهار ولا تقصد يمين مطلقا كده حرمه؟ يقول له يعني ايه ظهار؟ هو ما يعرفش الظهار اصلا، يبقى خلاص تبقى يمين، يمين عاديه. ويبقى في الحاله دي ايه؟ ده مذهب الشافعيه على فكره، لكن في مذهب المالكيه عندهم قول ان لو قال انت علي كحرمه امي يبقى ظهار، ما نسألوش على نية، ده مذهب المالكية. لكن الشافعية يقول لك لا، طالما ما تلفظش بلفظ الظهر أسأله النية، أسأله نيته إيه. واضح؟ فإن ما كانش ناويها يبقى مطلق يمين أو نذر محرم، وده في الحالة دي هيطعم 10 مساكين وخلاص. وإما كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر للكرامة كرأسها، فإن قصد الظهار كان ظهارا وإلا فلا، وإن لم يقصد يعني فلا ظهار. قول وهو لغة مأخوذ من الظهر، أي لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، وإنما قال الشارح مأخوذ ولم يقل مشتق، لأن الاشتقاق لا يكون إلا من المصادر، ولفظ الظهر ليس مصدرا. وبهذا تعلم ما في قول المحشي أي مشتق. قول وشرعا عطف على لغة، وقول تشبيه الزوج زوجته أي في الحرمة، وقول غير البائن يشمل الرجعية. يعني لو واحد طلق زوجته طلقة رجعية وفي فترة العدة قال لها أنت عليك ظهر أمي، ثم أراد أن يردها، يبقى يردها وعليه يكفر كفارة الظهر، لانه ايه؟ لانه هو ظاهر منها وهي في رجعتها. فهمت ازاي؟ في عدتها يعني. فهنا لا يقع لو كانت طلقه بائنه، طلقه بائنه يعني ما يستطيعش انه يراجعها، كالمختلعه اللي هي بتطلب الطلاق باجر بعوض، فدي بيبقى ايه؟ طلقه بائنه لا يستطيع ان يراجعها. يبقى في الحاله دي لو خالق لو ظاهرها وهي في بينونتها الصغرى لا يقع الظهار، أو بينونتها الكبرى، يعني مثلا قال لها أنت عليك ظهر أمي وهي كانت الطلقة الثالثة، فما يستطيعش يراجعها أصلا، يبقى لا يقع لأنه مش هيجد محل، يبقى الكلام مش هيجد محل، لازم تبقى فيه علقة الزواج علشان الكلام يجد محل. عشان كده بيقول غير البائن يشمل الرجعية. وقوله بأنثى لم تكن حلالا له، أي لم تكن حلا له قبل، والمراد أنها محرمة لم يطرأ تحريمها عليه. واعلم أنه يصح تعليق الظهار نحو إن ظاهرت من ضرتك فأنت عليك ظهر أمي، فإذا ظاهر من الضرة صار مظاهرا منهما عملا بمقتضى التنجيز والتعليق، ويصح تأقيته بيوم أو بشهر أو غيرهما. فلو قال أنت عليك ظهر أمي 5 أشهر كان ظهارا وإيلاء، لأن الإيلاء ما يزيدش عن 4، فهنا ال5 شهور يبقى ظهار وإيلاء في آن واحد، فتجري عليه أحكامهما، فبالنظر للإيلاء تصبر عليه المرأة 4 أشهر ثم تطالبه بالفيئة أو الطلاق، فإن وطئ زال حكم الإيلاء وصار عائدا في الظهار بالوطئ في المدة، فيجب عليه النزع حالا ولا يجوز له وطئها ثانيا حتى يكفر أو تنقضي المدة. وكالمقيد بالزمان المقيد بالمكان، كأن قال أنت عليك ظهر أمي في مكان كذا، في الحتة الفلانية، في الحي الفلاني، في البلد الفلاني، فيصير عائدا بالوطئ فيه، فيجب عليه النزع حالا ولا يجوز وطئها ثانيا في هذا المكان حتى يكفر. قوله والظهار أن يقول أي صورته الأصلية الكثيرة الغالبة ذلك، فليس المراد الحصر في ذلك، وقد تقدم أن مثل القول الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة، ويبعتها لها مسج على المحمول تمشي. فهمت إزاي؟ لأن دي كتابة برضه مش كده، أو مكالمة تليفونية، أو يبعتها لها عن طريق وكيله، يعني ليه وكيل فقال له روح
قابل فلانة زوجتي وقول لها كذا فبلغت. كل ده ممكن وسائل انه يقع بها هذا، والطلاق ايضا يقع بنفس الطرق دي. قول الرجل اي الزوج ولو رقيقا او كافرا او مجبوبا او خصيا او ممسوحا او سكران، يعني الزوج ولو كان الزوج ده رقيق يعني عبد له ان يظاهر من زوجته، او كافرا يعني افرض ان هو الرجل ده كان كافرا وظاهر من زوجته ثم اسلم فعاد إليها بحكم إسلامه، فيبقى لما يعود إليها عليه كفارة الزهر. واضح؟ أو مجبوبا يعني هو أصلا لا يستطيع، أن مجبوب يعني مقطوع الذكر لا يستطيع الجماع. أو خصيا، ها؟ مجنونا، هي مجبوبا أحسن، صلح مجبوبا أحسن، لأن المجنون مش هيصح منه، المجنون إحنا قلنا مش هيصح منه، هنا مجبوبا يعني مقطوع الذكر. في ناس كده بتبقى مقطوعة الذكر بسبب حادثة، بيطهروه فالراجل اللي طهره راجل أعمى يده طولت شوية راح يشاله من أصله. بتجيلنا حوادث كده نادرة يعني، بس بتجيلنا والله. في مولد السيدة زينب بيبقى في راجل مطاهر كده يعمل كشك والناس توديله ايه يطهروا العيال، واحنا بقى في مستشفى احمد ماهر جنبيه يجي لنا عيال مجبوبه لانه عليه زحمه والراجل قاعد يقطع فيشيله من اصله، فده بقى مجبوب. او يكون جاله مرض فاضطر يعمل عمليه جراحيه يشيل هذا الذكر بسبب ورم خبيث في الذكر او شيء من هذا، بتحصل، واخد بالك؟ فده اسمه مجبوب، يا اما خلقه يا اما حادثه يا اما جراحه. يبقى المجبوب ثلاث احوال، يا اما خلقه اتخلق كده أو حادثة حصلت له زي الطهارة، الجدع المطهر الأعمى ده يقول لك في الليلة الضلمة يطهر المئيلة الأعمى، ده مثل مصري قديم، يعني تجتمع كل الصعاب يعني، يبقى يوم ضلمة واللي بيطهر مئيلة يعني عنده قليطة كبيرة فالذكر بتاعه مدفوس جوه كمان مش باين، وبعدين اللي بيطهر بيعمل ايه؟ اعمى كمان يعني، ليله ضلمه واللي بيطهر اعمى واللي بيطهر مقيلط، يا دي الموسيقى كله اجتمع. مثل مصري قديم يعني تسمعه من بعض المصريين زمان اللي ماتوا، يعني تسمعه من جيل والدي، يعني لما يقول لك يعني ايه ان 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 حاجه اجتمعت فيها كل المصاعب، يعني بيدوه مثال يعني. ها؟ لا، ما هو اللي بيطاير بقى اعمى وهي اصلا الدنيا ضلمه، يعني حتى لو بيفتح برضه مش شايف، فما بالك هو اعمى والدنيا ضلمه. اصل لو الدنيا منوره كان اللي بيساعدوه ينبهوه، فحتى اللي بيساعدوه مش شايفين، وقاعد بيقول لك فين هنقطع فين ويروح قاطع. فربنا ينجينا يا سيدي. فده اسمه المجبوب. او خصيا، يعني خصيا يعني ايه؟ ملوش خصيتين يعني، ما لا ليس له ميل للنساء، يسموه مخصي ويسموه أغى، زمان كانوا يسموهم أغوات. أو ممسوحا يعني هو مخلوق كده مسح. أو سكران، الرجل يكون سكران بالتعدي يعني، السكران المتعدي، لكن لو سكران غير متعدي وظاهر لا يقع ظهار، إنما المتعدي بسكري يقع الظهار. إذا أطلق سكران في الأبواب دي يقصد به السكران المتعدي بسكر في الغالب كده. وقوله لزوجتي أي ولو غائبة أو كافرة أو معتدة عن شبه أو رتقاء أو قرناء، رتقاء وقرناء يعني ملهاش فرق، القرناء يعني مسدودة بعظمة والرتقاء مسدودة بلحم، أو حائضا وهو ما يقدرش يقربها وهي حائض وبعدين ظاهر منها وهي حائض يقع الظهار، واضح؟ أو نفساء، كل دي برضه. أو مجنونة، هي نفسها الزوجة مجنونة لكن هو مش مجنون، يقع الظهار على الزوجة المجنونة. أو صغيرة أو نحو ذلك. قوله أنت أي أو رأسك أو يدك وكذا، كل عضو بشرط كونه من الأعضاء الظاهرة بخلاف الفضلات كاللبن وبخلاف الأعضاء الباطنة كالكبد. وقوله علي ليس قيدا فهو صريح ولو بدون علي، ومثلها مني، أنت مني كظهر أمي، مش شرط يقول علي يعني، يقول مني، أو أنت معي
أو أنت عندي كظهر أمي أو بطنها أو عينها أو يدها أو رجلها، وكذا كل عضو من أعضائها الظاهرة لا الباطنة فليس التشبيه بها ظهارا. نعم، ما يذكر للكرامة يكون التشبيه به كناية الظهار، ومثل الأم كل محرم لم تكن حلالا له قبل كما تقدم. وخص الظهر بالبناء للمجهول كما هو الأولى، وعبارة غيره وخص الظهر، ويصح على بعد جعله بالبناء الفاعل وخص الظهر، أي وخص المصنف الظهر. وبالجملة فالغرض من ذلك بيان السبب في تخصيصهم الظهر بالتشبيه في الصورة الأصلية دون غيره، لأن الظهر موضع الركوب أي في الدابة فإنها تركب على ظهرها، والزوجة مركوب الزوج أي في الجملة لأنها تركب على بطنها. ففي قولي أنت عليك ظهر أمي كناية تلويحية، لأنه يلوح بالظهر إلى المركوب فينتقل من الظهر إلى المركوب، فكأنه قال مركوبي منك كمركوبي من أمي، أي أنت علي محرمة كما أن أمي علي محرمة، فيحرم علي ركوبك كما يحرم على ركوب علي ركوب أمي. يسموها استعارة تلويحية، وهي من أنواع الكناية. فإذا قال لها ذلك أي ولو مرارا بقصد التأكيد، ولو يصير بذلك عائدا على الأصح، وإن كان متمكنا من الإتيان بالطلاق بدل التأكيد، وكذا إن أطلق، فإن قصد الاستئناف تعدد الظهار. يعني فلو قال لها ذلك ولو مرارا يقصد التأكيد يبقى ظهار واحد، يقصد التكرار يبقى كل مرة يقولها بظهار جديد وتتعدد الكفارة. واضح؟ تعدد الظهار وصار عائدا بالمستأنف. ولو قال لزوجاتي الأربع أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن بهذه الصيغة، فإن أمسكهن زمنا يسع فراقهن ولم يفارقهن فعائد منهن، فيلزم أربع كفارات. فإن يعني ظهر الأربع زوجات بلفظ واحد يبقى إيه؟ كأنه ظهر محتاج أربع كفارات بعدد الزوجات. فإن أمسكهن زمنا يسع فراقهن ولم يفارقهن فعائد منهن، فيلزموا أربع كفارات. فإن ظهر من كل واحدة منهن صار عائدا من الثلاث الأول ولزمه ثلاث كفارات. فإن فارق الرابعة عقب ظهارها فليس عليه كفارة رابعة، وإلا فعليه كفارة رابعة. فعلم من ذلك أن الكفارة تتعدد بتعدد المظاهر منها. ولم يتبعه بالطلاق، يعني امتى تجب الكفارة؟ لو ظاهر ولم يتبعه بالطلاق يبقى وجبت الكفارة، لان الكفارة مقابل ان يمسها. واضح؟ لكن لو طلق خلاص. ولم يتبعه بالطلاق اي بان سكت زمنا يسع الطلاق ولم يطلق مع تمكنه من اتباعه به، ليخرج ما لو جن مثلا عقب الظهار. يعني افرض انه هو ظاهر في عقله فوقع الظهار ثم جن، واخد بالك في الحالة دي، بخلاف ما جن مثلا عقب الظهار اي بان سكت زمنا يسع الطلاق ولم يطلق مع تمكنه من اتباعه به، ليخرج ما لو جن مثلا عقب الظهار. يبقى في الحالة دي وقع الظهار ولا عليه كفارة حتى يعود له عقله، فان عاد عقله وكان غير مؤقت بزمن يبقى وجبت الكفارة ليعود، لأنه لما ظهر كان عاقلا ثم جن بعد ذلك. فهمت؟ ولو قال ولم يحصل عقبه فرقة لكان أعم، لأنه يشمل غير الطلاق من موت أحدهما أو موتهما أو فسخ نكاح بعيبها أو عيبه أو انفساخه بردته أو بردته قبل الدخول أو بعده، واستمر على الردة حتى انقضت العدة. فلو أسلم في العدة لم يصر عائدا بالإسلام، بل لا يصير عائدا إلا إن مضى بعد الإسلام زمن يسع الفرقة ولم يفارق، بخلاف ما لو راجع من طلق عقب ظهاره طلاقا رجعيا أو ظاهر منها وهي رجعية ثم راجع، فإنه يصير عائدا بالرجعة. والفرق أن مقصود الإسلام الرجوع إلى الدين الحق والحل تابع له فيحصل بعده، ومقصود الرجعة الحل نفسه فيحصل بها. صار عائدا أي مخالفا لقوله تعالى، لقوله
يقال قال فلان قولا وعاد له، وعاد فيه أي خالفه ونقضه، لأن قوله أنت علي كظاهر أمي يقتضي ألا يمسكها زوجه بعد، فإذا أمسكها زوجه بعد فقد عاد في قوله، وهو قريب من قولهم عاد في هبته، ومحل كون العود يحصل بإمساكها زمنا يسع الفرقة ولم يفارق في الظهار غير المؤقت وغير المقيد. زمن يسع الفرقة يعني إيه؟ يعني زمن يسع أنه يطلقها فيه، أدي معنى زمن يسع الفرقة. فطالما ظاهر وقعد يوم اتنين تلاتة يبقى انعقد الظهار، عايز يرجع وجبت الكفارة. واضح؟ ولم يفارق في الظهار غير ولم يفارق في الظهار غير المؤقت وغير المقيد بمكان وفي غير الرجعية، وأما في الظهار المؤقت فلا يصير عائدا إلا بالوطء في الوقت، وكذا لا يصير عائدا في المقيد بالمكان إلا بالوطء في ذلك المكان، والعود في الرجعية إنما يحصل بالرجعة كما يعلم مما مر. ولزمته حينئذ أي حين إذ صار عائدا، وإن طلق بعد ذلك فلا تسقط عنه الكفارة بعد العود بالطلاق بعده، ومثل الطلاق غيره من أنواع الفرقة لاستقرارها بالإمساك بعد الظهار زمن يسع الفرقة ولم يفارق. قول والكفارة فاعل لزمته، لزمته الكفارة، يعني الكفارة هنا فاعل لزمته. وهل وجبت بالظهار والعود أو بالظهار بشرط العود أو بالعود فقط؟ أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح، والأول اللي هي وجبت بالظهار والعود الاثنين مع بعض، وهو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين وجبت باليمين والحنث جميعا، وينبني على ذلك أنه على الأول اللي يتجب بالظهار والعود يجوز تقديمها على العود، تقديم الكفارة على العود، لأنها حينئذ لها سببان، سببها الظهار والسبب الثاني العود، فيجوز تقديمها على أحد سببيها. واضح؟ لكن على التانيين يبقى لازم إيه؟ يعملها إذا أراد العود يعني. فيجوز تقديمها على أحد السببين، وعلى الأخيرين لا يجوز تقديمها على العود، لأن لها سببا وشرطا على الثاني وسببا فقط على الثالث. ومحل جواز تقديمها على العود على الأول إن كانت بغير الصوم، فإن كانت به فلا يجوز تقديمها عليه، لأنها عبادة بدنية والعبادة البدنية لا تقدم على وقتها. وهي مرتبة أي ابتداء وانتهاء بخلاف كفارة اليمين، يعني الكفارة دي إيه؟ مرتبة بخلاف كفارة اليمين، تبتدي مخيرة وتنتهي مرتبة. في كفارة اليمين إيه؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، للتخيير أهو، فمن لم يجد رحنا بقى للترتيب، فصيام 3 أيام، تبدأ مخيرة وتنتهي مرتبة. لكن في الظهار مرتبة من أول، لأنه يخير في اليمين ابتداء بين الإطعام والكسوة والإعتاق، فإن لم يقدر على هذه الخصال صام 3 أيام. ومثل كفارة الظهار في الترتيب في الابتداء بدايتها كفارة جماع نهار رمضان، برضو في كفارة جماع نهار رمضان عليه إن هو إيه؟ يعتق رقبة، فإن عجز يصوم 2 شهر متتابعين، فإن عجز يطعم 60 مسكين، على الترتيب كده. والقتل كذلك، وكفارة القتل، لكن كفارة القتل ما فيهاش الإطعام، فيها إيه؟ العتق بس، وفيها لو عجز عن العتق إنه يصوم 2 شهر متتابعين، وفيهاش الإطعام في كفارة القتل. وكفارة القتل وإن لم يكن فيها إطعام، فالحاصل أن الكفارة من حيث الترتيب والتخيير على نوعين: مخيرة ابتداء، مرتبة انتهاء وهي كفارة اليمين، ومرتبة ابتداء وانتهاء وهي كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل، لكن كفارة القتل لا إطعام فيها اقتصارا على ما ورد. ونقف على قول وذكر المصنف بيان ترتيبها المرة الجاية في بيان ترتيب الكفارة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. يا الله يا كريم.